یہ ہمارے بزرگ عالم دین تھے، شاداب کالونی کے رہنے والے تھے، جامعہ سلفیہ کے متحرج تھے، عین عالم جوانی میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ ان کے پوتے ہیں جناب عزیزم حسیب نبیل صاحب۔ میں عزیزم حافظ حسیب نبیل سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی تلاوت کلام پاک سے اس تذکرہ اسلاف کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العلي العظيم۔